قاعد مسمج يقول انك تخرع عليك تواعد سافر تواعد عطي بظل يغلط عمي بس والله مش تحب حد يغلط عمك. لا خلي يحل عمي يا خبر شكله في شره خلي يحل عمي والله ما لو تجيب الكلابي اللي مكسور مكسور بقطع لسانه او بكسر له ايده انا والله يعني لو ما يبغى يجي نور بصير هذا الحكي شو بغلط عمك؟ انتهى. زين تفضل. بس بقص ايدي اليمين يا مس اذا بك اذا بغلط على حدا. بس دقيقة وغلط على المعلم حتى اللي بالباص. ايوه. مس يا مس كذاب يا مس والله العظيم يا مس ما بسوي كل هذا الحكي اللي بسويه يا مس. مش تعرف زوجتك شو بغلط يا مس ابغى يا مس بس عشان يا مس يظل يكذب علي. مس بس يا مس ودائما يا مس بظل يحكي لسان زاني شحاده اردني وغلط شو هي اللي مش حافظها؟